اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة شيماء سعيد، ويلا بينا نبدأ قصتنا. في القسم دخلت سوام على العسكري، دخلوا على سعد اللي أول ما شافها ضحك من كل قلبه. ياه أخيرا شفتك حاطة عينك في الأرض ومزلولة. تعرفي اللحظة دي بالنسبة لي إيه؟ ليه متعة غريبة مش هتفهميها ولا تحسي بيها أبدا، لأن أنا اللي كسبت يا سوها، واللي يقف قصادي لازم يطلع خسران. ومين قالك إن أنت كسبان؟ أنا أخدت كل فلوسك، ومش باقي لك بس غير اللي باسم ابن أخوك سفيان. سفيان رجع يا سعد ومش هيسيب حقه، يعني أنت كمان هتطلع من اللعبة دي خسران. سيبك من سفيان، أنا أقدر أحطه جنبك قريب. السؤال الوحيد بقى اللي أنا عايز له إجابة، عماد كان فيه زيادة عني عشان أفضل طول السنين ديت مخدوع ومتركب لي كمان قرنين؟ ولا حاجة، أنتوا الاتنين زبالة زي بعض، بس المتعة بقى اني ابقى مستخفلك عندي بالدنيا كلها وما فيها. كان المهم بالنسبه لي اني احط راسي كل يوم على المخده، هو انت قابل ومش فاهم اللي بيحصل حواليك. لعبت في دماغك عشان ترمي سفيان، وضيعت من ايدك مراد وصافي. عملت كل ده عشان اشوفك وانت لوحدك، هو انا بضحك عليك؟ انا مش محتاج لكل دول، اتمنى لك حياه سعيده على البرج من كل قلبي. وانسيت، انا رفعت عليكي قضيه شرف، انت طالق. وفي المستشفى كان واقف مصطفى على باب الأوضة بكل تعب وأعصاب. يا رب أنا مش عايز من الدنيا دي كلها إلا هي، خرجها لي بالسلامة يا رب. قربت منه شهد اللي صممت تيجي معاه. أنا عارفة أنك قلقان جدا يا مصطفى، وده حقك، وبصراحة أنا كمان مرعوبة، بس أنا متأكدة أن ربنا مش هيعمل حاجة وحشة لميادة، ومتأكدة كمان أن البيبي ده هيجي للدنيا وهيعوضكم عن كل فات. يا رب يا شهد، والله أنا مش عايز عيال، هي اللي غبية ومش فاهمة أن هي عندي بالدنيا. اللي انت عملته برضو مش سهل يا مصطفى، خصوصا السكرتيره بتاعتك الملزقه دي. انا لحد دلوقتي مش راضي افتح معاك الموضوع، كفايه اللي احنا فيه. لكن ما هي ده بقى بتقول مش هتعديها بالسهل، حتى لو كانت تمثيليه زي ما جوري قالت. اشوفها قدام عيني بس سليمه، واللي ليه حق عند تاني هياخده. انا عارفه انك حاليا قلقان على مياده، بس ارجوك قولي مراد ايه اللي حصل له بالظبط، وليه سفيان لما كلم صافي قال لها كفايه عليا مراد؟ في الدور التالت قسم جراحه هتلاقي سفيان ومراد، انا مش هقدر اقول لك اكتر من كده. سابته من غير ولا كلمة وطلعت تجري على فوق. أما الدكتورة فخرجت أخيرا من أوضة ميادة. مع أني حذرت حضرتك من حمل المدام قبل كده يا مصطفى بيه، ومع ذلك مفيش كلمة تنفذ. عموما الحمد لله المدام بخير. سبحان الله، البيبي كمان بخير، شكله مصمم بقى يجي على الدنيا ويشوف بابا ومامته. هنقلها أوضة عادية، وحضرتك بقى تقدر تدخل وتشوفها وفي أي وقت. ياه الحمد لله يا رب، الحمد لله. في قسم الجراحة دخلت شهد بلفة على سفيان. ايه اللي حصل لمراد بالظبط؟ قولي يا سفيان طمني ارجوك. ما تقلقيش، طلقة سطحية، 5 دقايق بالظبط هيروح اوضة عادية. حبيتي يا شهد؟ وده هيفرق معاك في ايه؟ اكيد هيفرق معايا يا شهد، بلاش تنسي مهما حصل ان انت كنت تربية ايدي وعشرة عمري، كنا بنقسم اللقمة سوا وبنعيط وبنحضن بعض لما نتوجع. انا مش ناسي اي حاجة من دي، بس الدنيا بتتغير وكل حاجة بتتغير. انت اخويا دلوقتي يا سفيان، وصدقني انا مبسوطه جدا انك عرفت تتجوز البنت اللي بتحبها، وان شاء الله حياتكم هتبقى كويسه. كان نفسي اجوزك للراجل اللي بتحبيه واعمل لك فرح كبير واسلمك بايدي. لو كنت رسمت شخصيه الراجل اللي انا نفسي احبه واتجوزه ما كانش هيطلع زي مراد. مراد عوض ربنا ليا عن كل حاجه وحشه شفتها في حياتي. دلوقتي بقى اقول لك تقدر تطمن عليا يا اخويا. انت ايه اللي جابك هنا وسبتي البنات في الفيلا لوحدهم ليه؟ انا هنا مع مصطفى وميادة وجوري مع احمد وصافي. احمد كان هيودي جوري مكان امان ويروح يجيب صافي من عند باباها، اصل باباها بعت رجاله ياخدوها. وقع قلب سفيان من الخوف، هو عارف سعد كويس قد ايه زباله. انتوا شويه اغبياء، هو اصلا سعد ده اب ولا ينفع يكون اب اساسا عشان تسيبوها معايا كل الفتره دي؟ دي مراته ضربت على ابنها نار من غير لحظه تفكير واحده او حتى خوف على ابنها. خليك انت جنب جوزك وانا اروح ارجع مراتي. نزل سفيان بسرعه وركب عربيته واتصل على احمد. ما تخافش يا سفيان، انا والرجاله رايحين على فيلا سعد ومش هرجع غير ومراتك معايا. انا عارف ان انت ممكن تكون مش مدين الامان، بس صدقني انا كل اللي انا عملته زمان ما كنتش اعرف وقتها انتوا مين. سيب موضوع الفيلا ده وروح مخزن معادي، وخلي شويه من الرجاله تروح الفيلا. عايزين نبقى محاطين اي مكان سعد ممكن يفكر بس يحط صافي فيه، وانا اكون عندك في المخزن كمان شويه. بس قبل ما تدخل اتاكد ان هي جوه. ما تخافش مش هنرجع غير بيها.
وفي مخزن المعادي. كانت صفي مربوطه قصاد سعد. شفتي وصلتي بين الفين؟ انت الوحيده اللي ما كنتش اتمنى اعمل فيها كده. كنت بالنسبه لي ملكه، لكن بغبائك مشيتي ورا الحيوان ده، وانا اللي يغدر بيا لازم يموت مهما كان مكانته عندي. حضرتك بتقولي يا بابي؟ انا كنت اخسر سفيان عشان بدافع عنك، ازاي هنا عليك تعمل فيا كده؟ بتدافع عني ولا رميتي نفسك في حضنه؟ انا اللي زي مش محتاج حد يدافع عنه ابن سوها. انا باشاره واحده مني بس اطرب الدنيا على دماغك وكمان دماغه. انت اللي زيك انت وامك لازم يموت. كنت مستعده اكذب الناس كلها وصدقك انت، طلعت ممثل شاطر قوي، وانا طول السنين دي مخدوعه فيك ومش شايفه الحقيقه. بس خد بالك بقى ان امي اللي بتتكلم عنها دي كانت تربيه ايدك واختيارك انت، واللي هي وصلت له كان بسببك انت. ما عشان هي تربيه ايدي وانت تربيه ايدي يبقى لازم اخلص منكم انتوا الاثنين وعيش حياتي بقى على نظافه. لسه لك نفس تعيش حياتك؟ ما خلاص بقى تهد، عايز ايه من الدنيا تاني بعد ما خدت كل حاجه؟ الحقني يا سفيان، بابي طلع واحد زي ما انت كنت بتقولي وعايز يقتلني. ما تخافيش، مفيش قوه في الارض تقدر تقرب منك، ولو سعد باشا عايز يقتلك يبقى يعدي الاول على جثتي. كويس ان جيت لحد عندي ووفرت عليا حاجات كتير قوي، كنت بخطط عشان اجيبك. تعرف يا سعد بيه، من يوم ما سحبتني من ايدي لحد باب الملجأ وفضلت عيط وراك وانت من غير رحمه، ما فكرتش حتى تبص لي، وعدت نفسي ان اعيش عمري اللي جاي كله عشان اقابلك واحطك في نفس الموقف وما ارحمكش. هي يا ابن اخويا، هتحطني في ملجأ ولا ايه؟ لا، انت كبرت على الملجأ، ورجالتك اللي بره دي كلها خلاص بقوا رجالتي انا، عشان كده بقى دخلت بسهوله يا عمي. يعني ما فيش حد في المكان ده كله معاك غير البنت بس اللي انت ربيتها دي، وعلى ما اعتقد يعني ان هي كمان كشفت حياتك. كل فلوسك بقت من حقي، هي اصلا كانت بتاعتي ومتوثقه باسمي في شهر العقاري، والفلوس اللي كانت باسمك حرمك المصهون خدتهم كلهم واتقبض عليها واتاخد منها الفلوس. ها يعني انت دلوقتي شحات، وانا عشان ابن اخ عندي رحمه، وهقول لك بقى ان دار المسنين اولى بيك، وهبعت لك مصاريفك كل اول شهر. مبسوط؟ راح قعد جنبها، فرمت نفسها في حضنه. انا خايفه قوي يا سفيان، طلقني من هنا. يلا بينا يا روح سفيان، الشر كله انتهى واللي جاي كله بتاعنا. وفي المستشفى دخل مصطفى اوضه مياده، نزل هو كمان. صح، قولي ان هو كمان راح. قولي يا مصطفى بلاش تخبي عني الحقيقه. لا يا مياده عايش، بس احب اقولك بقى ان انت هتفضلي 9 شهور الحمل في المستشفى هنا عشان تطلعوا انتوا الاثنين بسلامه. مش مهم، انا موافقه اعمل اي حاجه عشان اطلع بيه وهو على ايدي عايش. الحمد لله على سلامتك. انا اسفه، انا عارفه ان انا شكيت فيك وده ما كانش ينفع، بس انا كنت موجوعه وخايفه وتايهه، وسمعتك بودني وانت بتقول لها حبيبتي، الكلمه اللي ما كانش ينفع تقولها لاي ست حتى لو تمثيل غير ليا انا. حط ايده على بقها بسرعه يمنعها من الكلام. ما تعتذريش، انت ما عملتش اي حاجه غير حقك، والبنت دي ما كانتش اكتر مجرد سلم عشان عماد يحس بالامان ويحس ان احنا عايشين في ميه البطيخ ومش واخدين بالنا منه. معقوله فكرتي لحظه واحده بس ان مصطفى ينفع يحب ست غير مياده؟ طب ازاي؟ طب ده انت عارفه كل حياتي معفنه. ايوه عارفه عنك كل حاجه، من ايام ما كنت بتسرق الاكل وتتحبس. ها الله يرحم ايام ما كنا بنربطك عشان بس نحميكي. في لحظه ضحكوا هما الاثنين سوا. بحبك بحبك. في نفس المستشفى جوه اوضه مراد، حطت شهد ايده على بطنها ونزلت دموعها. فتح عيونك يا مراد وبطل نوم. تعرف لما حسيت لحظه واحده بس انك ممكن تروح مني، عرفت ان انا مستحيل اقدر اعيش من غيرك. انت ما طلعت زوج مثالي وبيحبني بس يا مراد، انت طلعت حب عمري اللي فضلت طول عمري ادور عليه من اول ما فتحت عيني على الدنيا. بس من غبائي كنت بدور تحت رجلي وسايبه الدنيا الواسعه لحد ما ربنا بعتك ليا لحد عندي. اوعى بعد ما اديتني كل حاجه حلوه تسيبني لوحدي في الدنيا دي يا مراد، والله العظيم ما اقدر اعيش فيها. وبعدين يا غبي ما ينفعش تمشي دلوقتي، احنا لسه قدامنا ايام كتير حلوه عايزين نعيشها مع بعض، هيبقى عندنا ابن محتاج يحس بحنانك. تعرف انا بحسده من دلوقتي عشان ربنا اداله اب زيك، انا متاكده ان هو يشوف على ايدك حنيه الدنيا كلها يا مراد. ايه يا مراد، مش ناوي تبطل بقى رخامه وترد عليا؟ طب اقولك على حاجه، بما انك يعني نايم ومش سامعني، انا بحبك. لا لا انا بعشقك. شهقت بصدمه لما ايده ضغطت على ايديها وفتح عيونه. صدقيني لو كنت اعرف اني لما اقع الوقعه دي هسمع منك الكلام الحلو ده كنت وقعت من زمان قوي. بحبك يا شهد، بحبك يا مغلباني. وانا بعشقك يا قلب شهد من جوه. بعد 4 ساعات على باب المأذون خرج احمد وهو ماسك اجوري. مش مصدق، والله العظيم ما مصدق ان اخيرا بقى
وصلت اللحظه اللي اسمك فيها يبقى على اسمي. ما كنتش متخيله ان انت مجنون كده يا احمد. طب على الاقل كنا استنينا لما نعرف هم وصلوا لايه. حبيبتي كل المشاكل اتحلت وسفيان بقى كان وكيلك فوق عند المأذون، عايزه ايه تاني؟ انا مش قادر استحمل اكتر من كده بقى يا جوري. انا عشت طول السنين اللي فاتت ديت وانا فاكر ان مش من حقي حتى احبك، كنت حلم بالنسبه لي ومتخيل ان هو مستحيل. عايزه بقى لما ربنا يكرمني بيه ما امسكوش بيدي واسناني تبقي عبيطه. احمد انت كتير عليا قوي، عمري ما تخيلت ان حد ممكن يحبني بالشكل ده. مش قلت لك تبقي عبيطه؟ انت غاليه وعاليه قوي وخساره في اي حد مين ما كان. انت اللي كتير عليا يا جوري، بس اوعدك اني هعمل المستحيل عشان بس تكوني مبسوطه معايا. بحبك يا جوري. بص جوا عينه بكسوف. وانا بحبك قوي يا احمد. يا صلاه النبي، ايوه كده فرحي قلبي. يلا بينا نمشي، انا مش هتحمل بقى افضل اقعد اكتر من كده. في شقه سفيان قربت منه صافي. انا اسفه، ما كنتش عارف ان ابويا وحش كده، كنت فاكره لو الدنيا كلها في كفه وانا في كفه كفتي هي اللي تكسب. سفيان انا عارفه انك دلوقتي مش طايقني، بس صدقني انا موجوعه ومش محتاجه من الدنيا دي غير حضنك وبس، تسمح لي اعيط فيه شويه؟ من غير كلام فتح لها حضنه، فرمت نفسها جواه. بحبك، ما تسيبنيش، حتى لو بطلت تحبني انا موافقه اعيش على هامش حياتك، بس على الاقل ابقى فيها. انت بتقولي ايه يا مجنونه؟ لو تعرفي مكانتك عندي مش هتقولي الكلام العبيط ده. انت بالنسبه لي يا حبيبتي زي الشمس اللي بتنور حياتي، وبنام الليل كله عشان اصحى بسرعه واشوفها تاني يوم. انا عارف ان انت موجوعه وعارف ان كل اللي قلتيه من حقك، بس اللي انت لازم تعرفيه اني دخلت ساعه دار المسنين عشان بس اقدر احط عيني في عينك واحبك من غير ما اشوف نظره عتاب جوايا. بحبك يا صافي. وانا بقيت مهووسه بيك يا سفيان. بعد اسبوع واحد في اكبر قاعات القاهره كان فرح سفيان وصافي ومراد وشهد وجوري واحمد. اما بقى مايده فكانت قاعده على ترابيزه وجنبها مصطفى. ايه بقى؟ ما تفكي بوزك ده شويه، احنا على فكره في مناسبه. مناسبه ايه بقى ديت اللي احنا قاعدين فيها زي العواجيز؟ ما بتحركش من مكاني، على الاقل يعني عايزه اقوم اسلم على اصحابي. احنا قلنا ايه؟ لازم ناخد بالنا عشان خاطر البيبي، وبعدين احمدي ربنا ان انا جبتك اساسا وخرجتك يعني من المستشفى، المفروض ما كنتش تخرجي. ها بجد كتر خيرك، قوم بقى شوف لنا امتى البوفيه. عند شهد ومراد. ممكن تقولي بس انت مستخبيه فيا كده ليه؟ مراد انا حاسه ان بطني باينه وان كل الناس بتفرج عليا. بس انت مهمه بالنسبه لك انا مش الناس، وانا بقى شايفك الدنيا كلها يا شهد. عند جوري. انت صاحبني رايح فين يا مجنون؟ الفرح لسه شغال. بلا فرح بلا زفت، انا جبت اخري وعايز اتجوز يا ناس. شايف جوز المجانين اللي هربوا من فرح دول؟ شايف يا روحي، حاجه في منتهى قله الذوق، الواد احمد مجنون. يا لهوي يا ناس على حبيبي المحترم اللي ما فيش منه اتنين. صرخت برعب لما شالها فجاه. بلا محترم بلا بتنجان، يلا بينا نمشي. قول حد هنا خلصت القصة خالص، واستنوني ان شاء الله في قصة جديدة حلوة قوي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.